السلام عليكم، يكم حسين انجل، يكم بشوفكم. وصل لي هسه الجورج الاورنج تمبو من احد اصدقائي. طبعا اللون اللي اريده انا شنت، يعني تجارب انت تسوي به وطلع به الوان اللي هو الفول اورنج، ان شاء الله يطلع لي. طبعا هذا الحجم في الجومبو، جومبو كلش ضخم 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 بشكل مو طبيعي. يعني دليل انه هسه بس حولته من قفص الى قفص. حلك لأنه شوي ثقيل، فالطيران عليكم كلش صعب. طبعا الالوان كلش حلوة بالنسبة للفحل، بالنسبة للمشية طبعا الحمد لله الاورج مالتها واصل بذيلها، بيها هواية الوان طوخ بالنسبة للاورج، واصل بحرها بذيلها الخدود مالتها. انا هسه بجرب لا انتاجهن ولا التق مالتهن في المحلينات او بعد. ان شاء الله اواصلكم بهذا الشيء اذا صار عندي انتاج من خلال هذه الطيور الحلوه. طبعا افضل علي انه ينتج بدايه الشتاء، بس ما راح اتحمل لان انا بس بشوف بناتهم، لان بناتهم كلش يصير المميزات على هاي التركيبه الموجوده. يطلع ان شاء الله شيء كلش حلو من افراخ الاورنج فول، يعني يجي تقريبا تقريبا ثلاث ارباع جسمه يكون اورنج. فان شاء الله يوطن انتاج حلو واشوفكم ياهين واوصلكم كل شيء. احد الاصدقاء على اليوتيوب يسالني يقول لي دائما اشوف الجامبو ما ينتج بقد العادي، العادي ينتج اسرع. بالنسبه للجامبو كتافه ريشه وضخام جسمه انه لابد يلقح الطيره، يعني ما راح يقدر يلقحها لان هو ضخم وطيرته ضخمه، فاكيد انه راح يصير عندك ضعف بالتلقيح. اكو طرق انه تخليه يلقح، ان شاء الله راح اشرح عنها الفيديو السابق. فيديو ثاني ان شاء الله انزله عن شرح انه شلون تخليه يلقح المثية في اثناء التزاوج. صحيح صعوبة مو مثل الزوج العادي الاصغر الانعم، انتاجه يكون سهل وسريع. بالنسبة للجومبو شوي يسبب صعوبة من ناحية الضخامة والكثافة الريش. تحياتي لكم حسين، مع السلامة.